يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر الآن في القنوات الفضائية من يرقون الناس عبر التلفاز، فهل يصح هذا العمل وهل هو مشروع؟ لا، ما هو مشروع ولا هي هذه رقية، هذا لعب. الرقية بالتلفاز والتلفون، والرقية في خزان الماء، يقرب الخزان أو بغاية الماء، هذا كله من التلاعب. الرقية بالميكروفون وعلى ناس كثيرين في المكان، كل هذا من التلاعب والتزيد في الرقية وإخراجها عن حالها الشرعية. والغالب أن هؤلاء يبون أموال فلجأوا إلى هذه الحيل، يبون أموال الناس فلجأوا إلى هذه الحيل الباطلة. نعم.